بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نعمة وبركة وسلام ليكم جميعا. احنا انا شفت المسيح كتير معاكم سريا. احنا في مراحل الطريق الروحي الجزء 8 الجزء الثاني منه، لان جزء 8 على جزئين. ومفدي الرب يرجعون ويأتون الى صهيون بترنم وفرح ابدي على رؤوسهم، ابتهاج وفرح يدركانهم. قلنا المرة اللي فاتت إن المسيح في حالة صعود مستمر، وبدأنا مزامير المصاعد وده طلب ربنا، وقلنا إنهم 15 مزمور وقسمناهم على 5 مجموعات. خلصنا التأمل في 9 مزامير، يعني 3 مجموعات منها، وهنلخصهم بسرعة ونرجع نكمل. المجموعة الأولى كانت المزمور 120 الدرجة الأولى، صرخة غريب في وادي الدموع، ساكن في خيمة جسد وخيمة قدار، ومسبي من إبليس والعالم الأشرار وزيته، بيصرخ لربنا صرخة من الأعماق ليخلصه. المزمور الثاني اللي هو المزمور 121 الدرجة الثانية، درجة أخذ القرار، الصعود على الجبال، سواء جبل الأصفار المقدسة للوصول إلى المخلص ليعينني، لتسلق جبل العالم وجبل الجسد وجبل الذات وجبل التجارب والظروف وجبل الحصن صهيون، وأنا محصن في الروح القدس لتسلق جبل حصون إبليس للوصول إلى أورشليم السماوية، والمعونة من الرب حافظنا الذي لا ينعس ولا ينام ويرعانا ويقوينا. الدرجة الثالثة هو المزمور 122، مزمور الفرحة بسلامة الوصول لقمة جبل صهيون، جبل الحصن اللي هو الروح القدس وقوته، والوقوف على أبواب أورشليم، وهناك في كراسي القضاء يحكم على سلامة البناء الداخلي لبيتك أو كنيستك الداخلية بخضوع وطاعة، ويحكم بقطع كرسي الشيطان. المزمور 123 دي المجموعة الثانية والدرجة الرابعة. الدرجة الرابعة للصعود، بدل من النظر للجبال تحولت النظرة إلى الساكن في السماء، ارتفاع وصعود أعلى بعد تسلق جبل الجسد وصلبه حيث كان الهوان والإهانة النفسية، وطلب مراحم ربنا لينا. المزمور 124 هو الدرجة الخامسة من المجموعة الثانية، حيث شباك وفخاخ العدو إبليس وحرب النفس التي تحاول الارتفاع والطيران كالعصفور، وبمعونة الرب عبرت فخاخ العدو وعبرت جبال الذات بالاتضاع وبالاتكال على صانع السماوات والأرض، حيث الأرض جسدي والسماء روحي وبينهم النفس أو الذات. المزمور 125 وده الدرجة الستة من المجموعة الثانية، فيها ثبات الصاعد واستقراره مثل جبل صهيون لا يتزعزع، لأن الرب يحيط به كحصن، والإنسان الصاعد متكل على الرب بقلب مستقيم ثابت وإرادة قوية، وبكده يقدر يعيش في سلام. النفس والجسد أصبحوا في استقرار والثبات. الدرجة السابعة المزمور 126 درجة الراحة والعودة للفردوس، الرجوع من كل السبي حصل في حياتي، مثلا سبي العبودية والموت والجسد والذات وإبليس والعالم. أنا على درجة رد كل اللي اتسرق مني، اتسرق مني صورة الخالق وشبهه، صورة الإنسان، يرجع لصورة الإنسان في المسيح يسوع، يرجع لي سلطاني، اتسرق مني مكاني وصورتي وإنسانيتي. هنا رجوع الفرحة والبراءة، رجوعي للقاء ربنا وأشوفه بعيون مفتوحة، ورجوع الترنم وإيه؟ والتسبيح. المزمور 127 هو الدرجة الثامنة من المجموعة الثالثة، مزمور لسليمان الحكيم الملك ابن الملك، ده درجة اكتمال بناء البيت الداخلي وتدشينه، يعني تخصيصه وتكريسه لربنا وبربنا. هنا أطلب الحكمة فتعلمك إن ربنا هو الحارس بدون كل شيء باطل، تجعلك في سلام داخلي وخارجي. أنت سهم
بيد إلهك ملك الملوك الجبار المهوب. الآن أنت الملك وتضع الأعداء عند الباب، لا تسمح لهم بالدخول لبيتك كنيستك. الملك يشرع ويمتد بالمملكة السماوية على الأرض وأبناء أكسمار الروح القدس. الترنيمة التاسعة للصعود، المزمور 128، بيتك بيت سعيد ومستقر بوجود الرب فيه، وفرحة الإنسان الصاعد المتقي الرب مخافة، زوجته الحكمة وأبناء ثمار الروح القدس. تتبارك من الرب وتكثر ثمارك وتمتد مملكتك الداخلية والخارجية بالبركة والسلام. كده هنبدأ المرحلة الرابعة للصعود، البيت كامل مستقر مدشن، انت الملك ابن الملك. والاعتراف الأخير في المزمور 129 الدرجة العشرة، المجموعة الرابعة، كثيرا ما ضايقوني منذ شبابي، ليقل إسرائيل، كثيرا ما ضايقوني منذ شبابي لكن لم يقدروا علي، على ظهري حرث الحراس، طولوا أكلامهم، الرب صديق قطع ربط الأشرار، فليخز وليرتد إلى الوراء كل مبغضي صهيون، ليكونوا كعشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقلع، الذي لا يمنع الحاصد كف منه ولا المحزم حضنه، ولا يقول العابرون بركة الرب عليكم، باركنيكم باسم الرب. الدرجة العشرة للصعود، هنا اعترف اخير اعتراف اخير من الانسان الصاعد من بيته في اتجاه بيت الرب، متذكرا الصليب وألامه، حيث حرثوا ظهري بسياط كحرثهم لأرضي كي تثمر، وصليبي كان مع المسيح حيث تم الفداء وقطعت كل ربط الأشرار بعيد عني. أخيرا كملك تخرج الشريعة من فمي بقوة الروح القدس بالخزي لكل مبغضي صهيون، ويعلن وينطق فمي بأن يكونوا مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقلع، بأن كل مجهود للأشرار يذهب هباء ويخزو بإعلان ورش دم المصلوب على الأبواب، لأن من غير رش دم المصلوب على كل باب ما بيحصلش فداء. سيأتي الحاصدون لكن لهم لا يملأوا حزمهم منهم، سيأتي الحاصدون ويجمعون الحنطة في البيدر ويربطون الزوان معا ويطرحون في النار، هكذا أيضا عشب السطوح يزال لأنه ليس له جذور قوية، وما يقلع منه يلقى في النار لأنه قد يبس حتى قبل أن يقتلع، لأن الشرير ملوش بركة، لأنه أحب اللعنة فأتته ولم يصر بالبركة فتباعدت عنه، لا يملأ الحاصد كفه منه ولا المحزم حضنه. الحاصدون طبعا هم الملائكة. وألاحظ أن ده كان في إنجيل متى 13:39، وآخد بالي أن الحاصدين هم الملائكة وأنت الملك ابن الملك اللي بتدي إعلان وتمد المملكة. المزمور 130 الدرجة 11 من المجموعة الرابعة، من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب اسمع صوتي، لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعاتي، إن كنت تراقب الأسام يا رب يا سيد فمن يقف، لأن عندك المغفرة لكي يخاف منك، انتظرتك يا رب، انتظرت نفسي وبكلامه رجوت، نفسي تنتظر الرب أكثر من المراقبين الصبح، أكثر من المراقبين الصبح، ليرجو إسرائيل الرب، لأن عند الرب الرحمة وعنده فدا كثير، وهو يفدي إسرائيل من كل أثامه، من كل أثامه. صرخة من الأعماق، من أعماق قلبي وذهني، الرب الأرباب وملك الملوك بكل اتضاع أمامه ليمحو إثمي بالكامل بدم صليبه المحيي لفدائي وخلاصي، لأني أنتظر انفجار الصبح فيا، أنتظر مرحمك يا الله والسماح بقبولي، وأن تشرق بنور وجهك يا كوكب الصبح المنير، ففي وجهك نور الصباح والقيامة من قبر آثامي بالكامل،
أصرخ إليك من أعماقي، أعترف أمامك بآثامي، أطلب أعماق الله والقضاء على أعماق إبليس أو أي جذور للإسم فيا، وأن تغفر لي وتفديني لأنك صاحب الفداء الكثير. فداءك يا رب ما كانش بس صليب، ده صليب فيه غفران وحرية، ويفكني من كل رباطات العدو، ويفتح لي الطريق للحياة الأبدية. فداءك فيه دفن لدفن الإنسان العتيق بالجسد والذات. فداءك فيه قيامة لإطلاق الروح القدس بقوة في الكنيسة، فيرى ثمار الروح القدس فيا. فداءك صعود يسبيني معه سبيا للعلاء، ويطلق عطايا الروح القدس، وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين. فداءك جلوس معك في العرش في ثبات واستقرار وسكون واتحاد بيك وفيك للوصول للحضن الآب. أعجز إلهي عن الوقوف أمامك، ماليش غير رأفتك ومرحمك الأبدية الغير محدودة. اقطع يا رب كل جذور للإسم في أعماقي تربطني بالأرض أو بعماق إبليس. خلصني يا مخلصي، افتدي حياتي فبدونك لا أستطيع شيئا. أشرق يا شمس البر والشفاء في أجنحتك، فنخرج وندوس الأشرار لأنهم يكونون رمادا تحت بطون أقدامنا. قم 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 يا رب الجنود. المزمور 131 الدرجة 13 المجموعة الرابعة. يا رب لم يرتفع قلبي ولم تستعل عيني، ولم أسلك في العظائم ولا في عجائب فوقي، بل هدأت وسكت نفسي كفاطيم نحو أمه، نفسي نحوي كفاطيم ليرجو إسرائيل الرب من الآن من الآن من الآن وإلى الدهر. يا رب طلبي ده من عشمي مش بكبرياء قلب، لكن لا أريد النظر إلى نفسي، لا أريد أن أسلك في العظائم ولا في عجائب أعلى مني، لكن لأني تعلقت بيك وعشمي في محبتك ورحمتك الأبدية، وشايف فيك إنك بتكفي وإنك بتوفي ومفيش زيك أبدا إليه. عيني عليك وفرحي فيك، أنت عارف يا رب، أنت عارف يا رب اشتياقات قلبي. الله ببرحمه الأبدية وطول رأفاته بيا، قبل صرختي وساعدني على فطامي وقطع ربطي بغفرانه وبدمه العجيب عن أسامي وكل ما هو أرضي وذاتي، لأني رفضت أمي الأرضية فسكنت نفسي نحوي أي نحو ذاتي. اكتفائي بإلهي ورجايا فيه وحده، فمعك لا أريد شيئا، فيك الكفاية. أنا أشتاق وأترجاك وحدك، أريدك وحدك أن تكون أنت حياتي كلها، ليس لي طلبة أخرى غيرك. وقفت لساني فتكلم فمي، والآن أسكت قلبي وكل الكيان، وأترجاك وحدك من الآن وإلى الدهر. المجموعة الخامسة والأخيرة من مزامير المصاعد. أخيراً وصلنا للمجموعة الأخيرة. هم عبارة عن ثلاث مزامير. المزمور 132 الدرجة 12 وهي الدرجة الأولى في المجموعة الخامسة. أذكر يا رب داود كل ذله، كيف حلف للرب نذر لعزيز يعقوب. لا أدخل خيمة بيتي، لا أصعد على سرير فراشي، لا أعطي وصنا لعيني ولا نوما لأكفاني، أو أجد مقاما للرب مسكنا لعزيز يعقوب. هو ذا قد سمعنا به في أفراطة وجدناه في حقول الوعر، لندخل إلى مساكنه لنسجد عند موطئ قدمي. قم يا رب إلى راحتك أنت وتابوت عزك، كهنتك يلبسون البر وأتقياءك يهتفون من أجل داود عبدك، لا ترد وجه مسيحك. ربنا اللي هيبدأ يرد على داود في المزمور 132. أقسم الرب لداود بالحق لا يرجع عنه، من ثمرة بطنك أجعل على كرسيك. إن حفظ بنوك عهدي وشهاداتي التي أعلمهم إياها
فبنوهم أيضا إلى الأبد يجلسون على كرسي، لأن الرب قد اختار صهيون اشتهاها مسكنا له. هذه هي راحتي إلى الأبد، ها هنا أسكن لأني اشتهيتها. طعامها أبارك بركة، مساكينها أشبع خبزا، كهنتها ألبس خلاصا، وأتقيائها يهتفون هتافا. هناك أنبت قرنا لداود، رتبت سراجا لمسيحي، أعداؤه ألبس خزيا وعليه يزهر إكليله. هنا ميثاق بين الله وداود. داود مشغول بالرب وبيته وتابوته بكل اتضاع كان في قلبه، مشتاق بإخلاص من صغره في بيت لحم لرجوع التابوت. أمور ربنا كانت غالية على قلبه، وتعلق قلبه بالتابوت ويقسم ويتمم العمل. ومن جانب ربنا نفسه قد أقسم لداود أن يجعل من بنيه من يجلس على كرسيه إلى الأبد إن حفظ بنوه عهده. هذا ما يشتهيه المؤمن الحقيقي، إنه يرتبط بصداقة مع ربنا وإلهه، فيجد الرب راحته في قلب المؤمن كمسكن ليه. ومن جانب الله فهو عايز يدخل به إلى خبرة الحياة الملوكية السماوية. اتصف داود بالوداعة والتواضع والحكمة ومسكنة الروح، وكان رجل تسبيح ساجد عند أقدام الله لإكرامه. في مثل هذا القلب يجد الله راحته ويبقى ربنا مصدر شبعه. قم يا رب في من أحضان أبيك حتى تقيمني فيك، فتجد راحتك في فيا وأجد راحتي واستقراري فيك. حتى يلتحف الكهنة بك فيجدوك ثياب برهم ويجدوا الخلاص، فينطلقوا بالهتاف فرحين بك وتفرح بيهم. يا شعب الله البسوا ثياب العدل، البسوا ثياب الرحمة والرأفة. يريد الملك ملك الملوك أن يقيم شعبه ملوكا وكهنة لله أبيه. أقسم الرب لداود بالوعد أن يقيم من نسله ملوكا وكهنة، يهبه شعبا ومجدا وتهليلا، يهبه شبعا ومجدا وتهليلا وقوة واستنارة ونصرة. هناك أنبت قرنا لداود، رتبت سراجا لمسيحي، فجاء المسيح بقوة وكان نوره نور ومصباح، بل كوكب منير من نسل داود. هبني إلهي مخافتك فأحيا بروح التقوى، فحلولك في ينير ويملأ أعماقي بالبهجة والجمال الروحي. نعم لن يكف عدو الخير عن المقاومة، لكن كيف يقف أمامك بمقاومته يلبس الخزي وتتمجد أنت في أبنائك. المزمور 133 الدرجة 14 والمجموعة 5. هوذا ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا، مثل الدهن الطيب على الرأس النازل على اللحية، لحية هارون النازل إلى طرف ثيابه، مثل ندى حرمون النازل على جبل صهيون، لأنه هناك أمر الرب بالبركة، حياة حياة إلى الأبد. هنا مزمور الحكمة، لا ليعلمنا الحكمة لكن ليعلن بروح التسبيح ما بلغنا إليه ببركة ربنا ونعمته وحكمته الفائقة علينا. يتحدث عن الحب الأخوي الحامل رائحة المسيح الزكية في هدوء وسكون، زي الندى النازل من جبل حبرون. حبرون هو الجبل المقدس، أعلى كمان من جبل صهيون، هو جبل الشيخ الحكيم العامل في جبل صهيون. يعني البركات النازلة من الرأس للجسد، البركات دي حكمة ونعمة، والحب هو الباب اللي بيدخل بينا للسمع عينها. بيسر الله بلقاء المؤمنين بيها على مستوى شخصي في علاقة حب خفية سرية، ويسر أيضا باجتماع الكل في وحدة الحب للتسبيح معه. ولا تتحقق الوحدة المفرحة إلا باتحاد الكل معا في رئيس الكهنة السماوي ربنا يسوع المسيح، كأعضاء في جسده يحملون رائحته الزكية. الدهن الطيب يأتي من رأسنا المسيح، والروح القدس جاء من عند الرأس نازلا إلى اللحية، أي إلى الشجعان الناضجين الغيورين العاملين النشطاء بأمانة، إلى الرسل أولا. وحتى هدب ثوبه، وفي هدب ثوب الكاهن كانت الأجراس يعني الشهود للحق، والرمان يعني الثمر.
إلهي بحبك، اتسع قلبي بالحب للجميع، روحك تهبنا نعمتك فنحمل ثمر الروح. عرفتني الحق فنشهد للحق كثمر للشفاء، لتعمل نعمتك فينا وتهيئنا للقاء، تسكن فينا ونسكن فيك. روحك تملأ قلوبنا فرحة فنسبحك ونمجد اسمك القدوس، أيضا ثمر للشفاء. أحبك يا من أحببتني أولا. المزمور 134 الدرجة 15 والأخيرة من المجموعة الخمسة. هو ذا بارك الرب يا جميع عبيد الرب الواقفين في بيت الرب، بالليالي ارفعوا أيديكم نحو القدس وباركوا الرب. يباركك الرب من صهيون الصانع السماوات والأرض. وصلنا قمة السلم. هوذا بارك الرب يا جميع عبيد الرب الواقفين في بيت الرب بالليالي. نتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان، نقدم تسبيحة شكر لبلغنا المقادس الإلهية. بينا أيها الأمناء ملوكا وكهنة جوايا نسبح ونبارك ربنا ونمجده، لأنه فتح لنا أقداسه لندخل ونتمتع بالحضرة الإلهية. بينا نرفع إيدينا ونثبت عينينا عليه بقلب سماوي مملوء حب، فنسبحه من أعمقنا ونمجد اسمه القدوس، فإنه الحب الكلي الحكمة. فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع كأعضاء في جسده المقدس، كأعضاء في جسده المقدس، في الاتحاد به ونتعرف على أسراره الإلهية. في الليالي تعلن إن هؤلاء المصلين أحب الله أكثر من النوم وراحة الجسد، فقدوا جزء من الليل في الصلاة لتعلق قلوبهم به مثل داود الذي قال في منتصف الليل أقوم لأحمدك على أحكام برك. الليل الروحي يعني في أي وقت، في قلقك، في ضيقك، في تعبك، في تجاربك، سبح ربنا. فالتسبيح هتغير الليل لنهار مستمر بالتسبيح، وهنوصل للأقداس حتى لو إحنا لسه في ليل الأرض، يعني دلوقتي والآن. الكلام ده مش بعد الموت. يباركك الرب من صهيون الصانع السماوات والأرض. يباركك الرب، يباركك الرب يحرسك ويحرسك ويضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك، يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلام. نلاحظ دايما يدي البركة بصيغة المفرد، بركة ربنا للمصليين الواقفين في القدس في الليالي. وهذه البركة يعني الغفران الإلهي والنقاوة الممنوحة من الله للمسبحين، لأنه هو الذي يثبتك ويكملك ويمكنك. معناها التجديد الداخلي المستمر والامتلاء بالله. معناها يصير الإنسان نفسه بركة لمن حوله. معناها يسيرك أرض جديدة وسماء جديدة. إلهي نعم أحبك وتعلق قلبي بيك، بشكرك على رعايتك لي طول اليوم وطول عمري على الأرض، وأقدم توبة عن خطاياي الخفية والظاهرة. أعطيني عمرا هادئا بين يديك، علمني بروحك التسبيح والصلوات اللائقة بجلالك ومجدك وبهائك. آمين. وصلنا لنهاية السلم، ويسوع استقبلنا جوه بيته بسلام، يعني جواه. حمدا لله وحمد لله على السلام. من أشعياء 35، تفرح البرية والأرض اليابسة، ويبتهج القفر ويزهر كالنرجس، يزهر إزهاراً ويبتهج ابتهاجاً ويرنم. يدفع إليك مجد لبنان، بهاء كرمل وشارون، هم يرون مجد الرب بهاء إلهنا. شددوا الأراضي المسترخية والركب المرتعشة ثبتوها، قولوا لخائف القلوب تشددوا لا تخافوا، هوذا إلهكم الانتقام يأتي، جزاء الله هو يأتي ويخلصكم. ويكون هناك سكة وطريق يقال لها الطريق المقدسة، لا يعبر فيها نجس بل هي لهم، من سلك في الطريق حتى الجهال لا يضل،
ولا يكون هناك أسد، وحش مفترس لا يصعد إليها، لا يوجد هناك، بل يسلك المفديون فيها، ومفدي الرب يرجعون ويأتون إلى صهيون بترنم وفرح أبدي على رؤوسهم، ابتهاج وفرح يدركانهم، ويهرب الحزن والتنهد. لنتمسك بإقرار الرجاء راسخا، لأن الذي وعد هو أمين. فلا تطرحوا ثقتكم التي لها مجازاة عظيمة، لأنكم تحتاجون إلى الصبر حتى إذا صنعتم مشيئة الله تنالون الموعد، لأنه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ. أما البار فبالإيمان يحيا، وإن ارتد فلا تسر به نفسي. أما نحن فلسنا من الارتداد للهلاك، بل من الإيمان لاقتناء النفس. أنا يسوع، أنا أصل وذرية داود، كوكب الصبح المنير. نعم، أنا آتي سريعاً، يقول الرب في رؤيا 22:16. وتقول العروس: أمين تعالى أيها الرب يسوع، أمين تعالى أيها الرب يسوع، أمين تعالى أيها الرب يسوع. نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم. آمين. اسمحوا لي أرفعك وسبحك وباركك، أشكرك يا إله العظيم، أمجد اسمك القدوس، أسجد عند موطئ قدميك، لأنك إلهي العظيم القدوس، قدوس 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 رب الصباؤوت. السماء والأرض مملؤتان من مجدك وكرامتك. قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والآتي. لك الملك والقوة والمجد والبركة والعزة، لك يا رب كل كرامة وسيادة ورئاسة وسلطان، لك الحكمة والغنى والقدرة، لك كل شيء يا إله العظيم القدوس الحي الأزل الأبدي من الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها. آمين.